السلام عليكم. هذه رسالة لكل مغاربة. ربما كنعيشوا أكفس مرحلة سياسية في تاريخ المغرب، ملي توصل الدرجة لبعض العصابات اللي ما كنسميهمش أنا شركات أنهم يزيدوا على هذا المواطن. المواطن هذا للأسف الشديد اللي كيعاني من أجل أنه يشري داك اللاترو ديال الزيت، وأن هاد الشركات يزيدوا 10 ديال الدرهم مرة واحدة. فكنقولوا بأن هادو راه ما بقاوش الشركات. حنا كمغاربة وصلنا الضرر وقاطعنا الحليب على 10 دريال، كيفاش ما غاديش نقاطعوا هاد الشركه هذه اللي زادت 10 درهم؟ زياده على نقطه كنبغي نركز عليها، هاد الاحزاب السياسيه اللي كاينه في المغرب، هاد البرلمان، هاد الجمعيات، فين هو الدور ديالكم اليوم من الدفاع على هاد المواطن اللي هاد الشركات تطلق لهم العنان ولاو للاسف الشديد كيديروا ما بغاو؟ هاد الجمعيات ديال حمايه المستهلك فينكم؟ البرلمان فين هو؟ الاحزاب المغربيه، رئيس الحكومه السي العثماني، هاد الشركات اللي زادوا 10 درهم فينكم انتوما من هاد الشيء؟ المواطن المغربي كيخون درهم كيدخل العكاشه. اليوم الشركات كيخونوا الجيوب ديال هاد المواطنين الضعفاء والفقراء، ما كيتشدوش في الحباسات. علاش؟ لانكم انتوما كتحميهم. القانون للاسف الشديد ولا كيحمي هاد الشركات، بينما المواطن البسيط ملي كيخون، وحنا ما كنبرروش الخونه كيف ما بغات تكون، كيخون على قبل باش يعيش كيتشد في هاد الحباسات. هاد الحباسات لما درتوها؟ هاد عكاشة وهاد الأسماء كل كبيرة ديال هاد الحباسات لما درتوها؟ واش درتوها للمواطنين؟ ديروها حتى لهاد الشركات، ديروها لهاد النخبة السياسية اللي كتسرق في المغاربة، ديروها لهاد المسؤولين الكبار اللي كيتبت عليهم مرة مرة بأنهم خرجوا الفلوس على برا تا هما يدخلوا للحباسات. حنا بلادنا غادا تزيد لقدام، خاصة بعد الانتصارات الكبرى في هاد القضايا الكبرى، ولكن خاص المسؤولين على هاد الفساد يتشدوا في الحباسات كيف ما كيتشد هذاك الدرويش، هذاك المواطن الفقير. راه المغربي راه تكلى العصا. المغربي اليوم راه نقدر نقول لكم بانه كاين اللي ما عندوش باش يدخل ايطرو ديال الزيت بالثمن القديم، كيفاش غادي يدخلوا بهذا الثمن هذا؟ نتمنوا من الله كذلك من الشعب انه ينسى التفاهه. راه كنقولها بان الاغلبيه للاسف الشديد من ابناء الشعب المغربي اللي كيتابعوا التفاهه راه ما خاصش تزاد عليهم غير 10 درهم، خاص تزاد عليهم اكثر بركه من التفاهه، ونعطيو الاولويه للمواضيع اللي غادا ترجع علينا حنا بالصالح العام. تحيه كبيره لولاد الشعب. بالنسبه لهذه الفتره تنعيشوا ازمه ديال كورونا، تنعيشوا هذه الازمه، يعني بزاتنا 10 درهم دفعه واحده، كيف يعقل هذه الامور هذه؟ زياده 10 ديال الدرهم في هذه الظرفيه ديال كوفيد 19 دليل على ان اصحاب الشركات من عاد ما فيهم الانسانيه، دليل على ان هاد الشركات ما كيهتموش ابدا بالمواطن المغربي، دليل على ان هاد الناس هادو خاصهم يتحاسبوا لانهم استغلوا هاد الظرفيه هادي اللي الشركات كيسدوا للاسف الشديد وكيتشردوا العمال وزادوا هاد 10 درهم. تحيه كبيره لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.